بذور عجيبة وغريبة جدا، ليها مفعول السحر لتنحيف البطن وتخسيس الجناب والأرداف، بتخلي البطن منحوتة بشكل سريع جدا جدا جدا. بتاكلي اللي نفسك فيه، تاكلي اللي انت عايزاه، وما تعمليش رجيم وما تعمليش اي حاجة، عيشي حياتك براحتك خالص، بس استخدمي البذور دي. لو انت حابة بطنك تبقى منحوتة وتاكلي كل اللي نفسك فيه بدون رجيم، لازم تتفرجي على الفيديو ده وتجربي بذور العجيبة والغريبة لنحت البطن. عايزة بطنك تبقى منحوتة بدون ترهلات، بدون دهون، بدون اي مشاكل، وما تكونش بارزة، لازم تتفرجي على الفيديو ده، لان البذور دي هتخلي بطنك منحوتة في ايام قليلة، وتحدي في خلال ايام هتخلي بطنك منحوتة ما فيهاش دهون. حتى لو الدهون عندك من سنين متراكمة، هتدوب دهون بطنك وجنابك واردافك تماما. وتحدي، لازم تتفرجي على الفيديو ده لو انت حابة بطنك تكون منحوتة منحوتة. عايزة لايك كتير للفيديو وشير يا بنات، ويلا بينا نبدأ على الوصفة بالصلاة على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا بحبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. معاكم مية من قناة وصفات سحرية مع مية، والنهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض وصفة قوية جدا جدا للتنحيف. انا اول مرة انزلها في قناتي. البذور دي انا اول مرة اعمل عليها فيديو، بس بجد بجد من اقوى الوصفات ومن اسرع الوصفات لإزالة دهون البطن والجوانب. تابعي معايا الوصفة، اتمنى يا رب من قلبي كل متابعيني يكونوا بيتفرجوا على الفيديو، ما يكونش حد عدى الفيديو المرة دي. حبايب قلبي، انا عايزة بس اوضح حاجة بسيطة بس قبل ما ابدأ الوصفة. الوصفات بتاعت التنحيف، وخاصة بتاعت التنحيف، بتنفع للرجال وللنساء، علشان في ناس بتزعل مني انت على طول بتوجهي الكلام للنساء، انت على طول طب الوصفه دي تنفع للرجال؟ انا على طول بقول يا حبيبه قلبي، وبوجه كلامي للبنات، علشان انا متابعيني بيكونوا 90% منهم من النساء، فبيكونوا عشان كده دايما كلامي بيكون موجه للنساء. ده ما يمنعش اني اخواتي لو في رجال بتتفرج عليا على دماغي، وانتوا اخواتي برضو وعلى دماغي، والوصفات دي والله للنساء وللرجال، يعني مش خاصة للنساء، عشان كده انتوا كلكم على دماغي وكلكم اخواتي في الله. تمام. قبل ما ابدا وصفتي، لو اول مره تشوفوا قناتي ما تنسوش تضغطوا على زر الاشتراك الاحمر وتفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل جديد، واعملوا لايك للفيديو فضلا وليس امرا. اللايك بتاعكم والتعليق بتاعكم بيشجعني وبيخليني بجد مبسوطه، وبدعي لكم من قلبي ربنا يفرح قلوبكم. كل اللي بيفرحني باللايك وبالتعليق ربنا يفرح قلبه يا رب يا رب يا رب. طبعا هعرفكم على البذور دي اهي. ممكن في بنات تكون عارفاها من شكلها، وفي بنات ممكن تكون مش عارفاها، وهي بذور الشيا. بذور الشيا يا بنات رهيبه 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 لتنحيف البطن والجوانب. ورخيصه جدا، بتشتريها من عند العطار. تمام. فيها نسبه عاليه جدا جدا من الالياف الطبيعيه اللي بتحرق الدهون العنيده واللي بقالها كتير، الدهون اللي بتكون متراكمه، وكمان مشبع قوي، يعني بيقفل نفسك عن الاكل، فبالتالي بتاكلي كل اللي نفسك فيه بس بكميات بسيطه. هنجيب بذور الشيا بتاعتنا وهناخد معلقه منها. تمام. هناخد معلقه كبيره من بذور الشيا، معلقه بالحجم ده اهو، معلقه بالحجم ده. هنبدا نحط المعلقه دي معايا في كوبايه، وهنبدا ان احنا نصب عليها ميه مغليه، يعني نص كوبايه ميه مغليه. تمام. وهنسيبها منقوعه لمده ساعه في الميه المغليه. لما هنسيبها منقوعه لمده ساعه في الميه المغليه، هتبقى بالشكل اللي انتم شايفينه ده. احنا ليه بنسيبها منقوعه؟ شايفين ضعفت حجمها ازاي وتقلت معايا. تمام. هي تشبه شويه البذور الكتان، لان بذور الكتان برضو فيه الماده اللزجه اللي زي كده. شايفين ضعفت ازاي المعلقه؟ شايفين بقت اضعاف لما اتنقعت في الميه. هتنقعتيها بالشكل ده لمده ساعه علشان تنزل تنزل الالياف الطبيعيه اللي فيها، فبالتالي تديكي النتيجه السريعه بتاعتك. تمام. هتبقى بالشكل ده. تمام. هنجيب معايا هنا برطمان يسيع، كوبين من الميه. تمام. كوبين من الميه. تمام. وهنبدا ندلق فيه البذور بتاعتي بالشكل ده، بذور الشيا من اللي كانت منقوعه لمده ساعه.
شايفين تقلت ازاي يا بنات؟ تقلت قوي. تمام، وهنبدأ ننزل عليهم بإيه؟ بسم الله. هنبدأ ننزل عليهم بمعلقة من خل التفاح. خل التفاح هننزل بمعلقة، يعني معلقة صغيرة، معلقة صغيرة من خل التفاح. المعلقة دي كبيرة بس أنا مش مليها قوي، فهتديكي معلقة صغيرة. تمام، من خل التفاح على البذور بتاعتي، بذور الشيا. تمام، وبعد كده هنبدأ، تابعي معايا الفيديو للآخر علشان هقولك على طريقة لشد ترهلات الصدر والذراعين والجوانب والبطن، علشان مش بس تخسسي، لا احنا كمان هنشد الترهلات والكرمشة اللي بتكون في الجلد. هناخد نعصر، هنعصر ليمونة كاملة بالشكل ده اهو على بذور الشيا بتاعتي. تمام، هنبدأ ان احنا ننزل عليهم بنص معلقة بالظبط من الكمون المطحون، نص معلقة من الكمون المطحون. تمام، وهنقلبهم كويس قوي مع بذور الشيا بتاعتي بالشكل ده. تمام، هنبدأ نكمل عليهم بقى بالمية المغلية، هنكمل عليهم بالمية المغلية بالشكل ده. تمام اهو، ده المشروب اللي انت هتحضريه عندك يوميا، ده المشروب اللي انت هتحضريه عندك يوميا. هتسيبيه لما يبرد خالص، بصي اهو، هتسيبيه لما يبرد خالص وهتغطيه. تمام، هتبدأي تشربي منه كوب واحد قبل الفطار، يعني قبل الفطار بنص ساعة لفوق، يعني نص ساعة او اكتر من نص ساعة، بس ما يقلش عن نص ساعة تشربيه. وطبعا هتشربيه بالبذور، مش هتصفيه، يعني هتاكلي البذور معاه. تمام، يعني هتقلبيه كده كده اهو وتروحي شاربه، ده هيقسم لك على كوبايتين. هتشربي كوبايه قبل الفطار بنص ساعه وكوبايه قبل العشاء بنص ساعه. البنات اللي عايزه تخسس جسمها كله هتشربه 3 مرات في اليوم قبل كل وجبه بنص ساعه. البنات اللي عايزه البطن فقط يبقى هنشرب كوب واحد بس على الريق قبل وجبة الفطار بنص ساعة. تمام، عرفنا كده. وزي ما قلت لازم تقلبيه كده وتروحي ايه شاربة علشان البذور تتشرب معاه. تمام تمام. طيب بالنسبة للبنات اللي حابة تخسس تشيل الترهلات او الكرمشة اللي بتكون في الجلد، هتبدأي كل اللي انت محتاجاه ان انت هتجيبي معلقة من القهوة او كيس من القهوة زي ما انتم شايفين، او معلقة من القهوة وزيت جونسون للاطفال او زيت زيتون. هنخلط معلقة من القهوة على زيت جونسون للاطفال او زيت الزيتون، وهنبدأ ان احنا نقلبهم مع بعض وندهن بيهم جسمنا لمدة، طبعا جسمنا اللي هو البطن لو فيها كرمشة او فيها ترهلات، الصدر لو فيه كرمشة او فيه ترهلات، ايه الذراعين، الفخذين، اي حاجة، اي مكان عندك فيه ترهلات، هنبدأ ان احنا ندهنه بالقهوة المختلطة بزيت جونسون للاطفال او زيت الزيتون، وهنسيبهم بالتدليك المستمر لمدة ساعة، يعني هندلكها لمدة 5 دقايق، بعدين هنسيبها لمدة ساعة، وبعد كده هنغسل. هنعمل الموضوع ده يوميا مع الوصفة دي لشد الترهلات وفي نفس الوقت للتنحيف. يا رب تكون الوصفة عجبتكم واستفدتوا منها. اشوفكم على خير، ما تنسونيش في اللايك، والسلام عليكم.